ماشي عسكرية. دولة مدنية. ماشي عسكرية. دولة مدنية. ماشي عسكرية. الله علي. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء اللي استرجعوا الجزائر 130 سنة 32 سنة تاع استعمار فرنسي مدمر. والله يطلق سراح المساجين. امين. سيطلق سراح المساجين. ماهوش الشعب اللي يخوفوه ويعتقلوه. هذه الجمعة اعتقلوا العشرات، وفي هذه اللحظات يحاكموا في الأحرار. في هذه اللحظات يوجد كريم طابو، ويوجد فضيل بومالة، ويوجد مصطفى قيرة، ويوجد العشرات بل المئات من الأحرار في رهائن. سيدي زوطاش رهائن عند عصابات الحكم اللي يعتقدون أنهم حينما يأتون إلى برلين
أو يذهبون إلى باريس جنتهم. يا ولد فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد يصنع المعجزات ويستطيع أن يسقط وكلاء فرنسا وعصابات فرنسا. وحينما نقول فرنسا هي مثال الاستعمار وليس فقط فرنسا في الحقيقة، حتى الصين، حتى أمريكا، حتى روسيا، حتى دولة الإمارات تريد أن تتحكم في أرض الشهداء. يريدون أن يتحكموا في دولة عبر التاريخ دروس للعالم أجمع، وكانت تشارك في قيادة العالم. كان البحر المتوسط لا يمر فيه مار إلا بإرادة الجزائريين. الله أكبر. نريد أن تعود عزة الجزائر. نحن بلد مسالم بأبنائها، ولكننا شعب مقاوم. الجزائر كانت لامك، كانوا يعيطون. ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية. وستقوم الدولة المدنية. علينا بالصبر والثبات، علينا بالتحدي الدائم وبدعم أحرار الجزائر ووحدة الجزائريين. نحن كلنا جزائريون من أجل دولة مدنية. كل خلافاتنا ستحل فيما بعد وفق الأطر الديمقراطية. الله أكبر. عربي زيطوت. الله أكبر. عربي زيطوت. الله أكبر. عربي زيطوت. الجيش جيشنا، الجيش جيشنا، والشرطة والدرك إخوتنا. حتى حينما يظلموننا سيعودون يوما لهذا الشعب، لأنهم من أبناء الشعب. إنما عدو الجزائر هم الذين ينهبونها ويقهرونها. هذا هو العدو. كل الجزائريين سواسية، لا يزيد أحد عن أحد إلا بالقيام بدوره عن البلاد. حتى الجنرالات راهم في حدود 500. زادوا. لكن مع ذلك استطيع ان اقول لكم ان اغلبية الجنرالات لا دخل لهم فيما يجري.
الكمشة هي اللي تحكم في البلاد، والكمشة هي اللي تحكم وأخضعت الجيش. ومن الخونة سننتصر بإذن الله، إنما هو الثبات والصبر. ونقول لميركل ولسادة أوروبا ولروسيا ولأمريكا وللصين، لا نريد أي تدخل في الجزائر. نرفض تدخل خارجي من أي طرف كان تحت أي ظرف كان، ومهما كانت المبررات. اعطاكم الشرعية إن كان مع العصابة، لا نريد أن نسمع به ولن ننسى ذلك أبدا. نقول لهم هذه ألمانيا في ذاتها عرفت حروب، عرفت دماء. كل خطوة، كل متر هنا في هذه الأرض، كل بقعة قامت فيها قنابل وحروب ودماء. وعليه نقول للألمان وغير الألمان، نحن لا نقبل منكم أن تعطوا الشرعية لهذه العصابة. وفي نفس الوقت نحن لا نطالب أحد بأن يدعم الشعب الجزائري. الشعب الجزائري بعد الله ليس له إلا الشعب نفسه. بكل أسف هناك عملاء كثير في هذا الاجتماع. للأسف بعض القوى الكبرى والقوى العالمية تعتقد أن منطقتنا يجب أن يحكموا العملاء. لا، مستحيل. منطقتنا سيحكمها الشعوب ولو بعد حين. نعم نعم، لأنهم هم بعدما مروا بكل ما مروا به يعترفون بشعبهم، لكن لا يعترفون بشعوبنا. يعتقدون أن وضع خونة ومرتزقة هو الذي سيأتيهم بالسلام وبالأمن محاربة الإرهاب وكل ما تسمعونه. الشعوب هي تصنع السلام. أقول للقوى الكبرى والصغرى، تعاملكم مع العصابات في المنطقة العربية لن يؤدي إلا إلى كوارث أخرى. من الأفضل لكم أن تفهموا أن الشعوب لا تقهر بإذن الله. حي الله الأحرار. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. ما خلوه يطرح سؤال. لا لا حضره يا استاذ. قص السؤال تاعك. واش تقول؟ باش يسمعني استاذ. بارك الله فيك. اغلبيه الجنرالات قلت انهم محايدين، صح؟ علاه ما ياخذوش هما زمام الامور؟ الجنرالات مقيدين مثل ما هو الشعب مقيد والدوله مقيده. مشكله لا مع ولا مع الدولة ولا مع فتنا، مع سلوك، مع عقلية ترى أن الجزائر يجب أن تكون غنيمة في يد كبار العسكر. مشكلتنا مع عقلية جات من وجدة في 62 لتفرض الحكم العسكري، لأنها تعتقد أنها هي اللي جابت الاستقلال، بينما الرجال اللي جابوا الاستقلال كانوا في الداخل في الغالب. مشكلتنا ليست مع شخص يرحل، حتى هم يرحل منهم الأشخاص، لكن مع ذلك شوفوا نفس السلوكات، نفس التصرفات. إذن هي القضية ليست فقط أشخاص، وإنما هي عقلية، وهي عقلية متجبرة، طاغية، عسكرية، متخلفة، يجب أن ترحل وسترحل بإذن الله. اسمح لي، احنا هنا جاليه لا ديسبورا، تحركت لا ديسبورا من الدول الاوروبيه
ماشي باش نجيو لهنا نقولوا للملك ولا السيادات الاخرين باللي ما ترضاوش وما تعطيوش الشرعيه يتبون. نصلحوا هذه النقطه اللي قلتها. احنا جينا هنا يشقينا باش نقولوا نقولوا للملك ولا واحد اخرين بكم ولا بلا بكم الشعب الجزائري. لا معنى لها، لا معنى لها. حبينا فقط نقول لهم شيء، هو أنكم أن الشعب يسجل وأن التاريخ يسجل وأن الذي يقفون مع العصابات لن يرضى عنهم الشعب أبدا، والجزائر في المستقبل ستتذكر ذلك. أستاذ أنا سعد من الدنمارك. مرحبا بك أخ سعد. أهلا وسهلا بك. أنا من 15 سنة وسعوج معه وسعوج شوية أخيرو ميكرو أبس الأف ميكس أخذت لا يهدي بلك أنا سعد من الدنمارك شوية سوستا الله يخليك. جيت أنا وأهلي هون من أجل هاي المظاهرة يعني مساندة الجزائريين. أنت كدبلوماسي جزائري سابق وأكيد أنت أدرى بهاي الأمور. أنا من 15 سنة وأنا أحكي على السفارات والقنصليات في جميع دول العالم، يجب أن تحاصر هذه السفارات والقنصليات بطريقة سلمية حتى نحد من هذه الاتفاقيات، علما أني أعرف عدة علما سيدي الكريم فيه شركات قد لا يظهر اسمها، ولكن هذه الشركات لها اتفاقيات حتى في الغاز الصخري في الجزائر. نقول لك يمكن يكون أعرف من الشركات لا أسميها، يعني شركة كانت صغيرة لحفر الأبار عندنا وأصبحت شركات كبيرة والآن حاليا أمضت عقود بالجزائر من أجل تدمير الصحراء الجزائرية والغاز الصخري. بارك الله فيك. هذا سؤال مهم، وهو ماذا يستطيع أن يفعل الجزائريون، ماذا نستطيع أن نفعل كجزائريين في الخارج، خاصة يوسع علينا كلنا ان شاء الله. هيا زيد وسع عليكم ان شاء الله. هيا الله يوسع عليكم وسعوا ان شاء الله حبيبي. زيد وسع السلام عليكم يا جماعه. من فضلكم الى حبينا نستغنموا الفرصه، الى حبينا نستغنموا الفرصه نستنبطوا من هذا الموقع هذا احسن جهه. وسعوا الله يوسع عليكم هكذا باش نسمعوا كلنا واش كاين وكل واحد يستفاد من الكلام. الله يرحم باباكم، الله ينفعكم ان شاء الله وينفعنا. وسعوا الحلقه. شوف الأخ طرح سؤال مهم جدا إخواني، مهم جدا، مليح نسمعوا الإجابة إذا تفضلتم. ريح الخاوة الإجابة هي كالتالي. الحمد لله الجزائر راهم ملايين في الخارج، راهم ملايين في الخارج في فرنسا أساسا ولكن أيضا في كل مكان. ربما ما تصوروش أن الجزائريين أحيانا صدقوني يتصلوا بي من أماكن وبلدان، ربما من جزر، ولعلكم سمعتوا قضية الجزائر اللي حاول
أن يدخل أستراليا عن طريق تيمور الشرقية، تيمور الشرقية ويدخل سباحة إلى أستراليا. طيب احنا لماذا خرجنا من وطننا؟ أغلبنا يعني لماذا خرجنا؟ خرجنا في حقيقة الأمر لأن العملة السيئة تطرد العملة الجيدة، هذا قانون اقتصادي معروف. واليوم العصابة هناك باقية تمد في أموالنا من الخزائن اللي راهي تفرغ أكثر فأكثر من أجل أن ترضى عنها القوة الكبرى والصغرى أحيانا، وتمر خاصة عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ملتي ناشونال. وهذه الشركات المتعددة الجنسيات ليس